طيب خلينا قبل ما ندخل ونستكمل كلامنا مع ضيوفنا في السادسة، يعني في ملف مصر والكاميرون بكره، وعندنا حاجات كتير وضيوفنا الحقيقة عندهم حاجات كتيرة جدا، منها ما يتعلق بجوه الملعب ومنها ما ليه علاقة بمره الملعب، سواء كان كلام على بكاري جسامة أو سامويل إيتو. خلينا نعرف آخر التطورات والمستجدات، بس نروح الأول لأبو ظبي وزميلنا العزيز من هناك أمير هشام موجود عشان ينقل لنا أخبار استعدادات النادي الأهلي في تاني أيام تدريبه، طبعا استعدادا لمواجهة مونتري المكسيكي يوم السبت اللي جاي. أمير مساء الخير عليك. مساء الخير عليك يا احمد، تحياتي ليك وتحياتي لضيوفك وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. بدايه نعرف منك اخبار البعثه، طمنا تاني ايام التدريب، الحاله المعنويه للاعيبه في ظل طبعا الظروف الصعبه اللي بيخوض الاهلي فيها بطوله كاس العالم للانديه، انقل لنا كواليس المعسكر في ابو ظبي. طيب خليني يا احمد اقول لك ان الامور ماشيه بشكل جيد جدا وطبيعي جدا جدا جدا، وبالتحديد باكد على الجزئيه دي، خصوصا ان الاحاديث كتير على ظروف النادي الاهلي ما قبل هذا المونديال، وسواء فيما يتعلق بانضمام الدوليين لمنتخب مصر، كل التوفيق لهم يا رب في مباراه الغد امام الكاميرون، فيما يتعلق ببعض الاصابات اللي عندي بالمناسبه، يعني بعض الاخبار المبشره بخصوص الاصابات هقولها لك كمان لحظات، يعني الامور كلها يعني ممكن تكون الظروف ما عند النادي الاهلي، لكن في نفس الوقت اللعيبه مش شاغلها اطلاقا اطلاقا او مش في ذهنها خالص حته الظروف والعقبات اللي بتواجههم، كلهم مركزين جدا، كلهم عندهم مباراه مهمه، هما ده اللي في دماغهم، احنا عندنا مباراه مهمه عايزين نكسبها، عايزين نعدي العقبه دي، فريق مونتري بقى ظروفه، عنده لعيبه هتنضم مش هتنضم، هيلعبوا مش هيلعبوا، ده ما بيشغلش خالص اللعيبه نفسها، ممكن يكون في تفكيره اذان الجهاز الفني بشكل طبيعي وتلقائي فيما يتعلق بدراسه الفريق المكسيكي وازاي هنقابله، الاستراتيجيه اللي هيلعب بيها النادي الاهلي في هذه المباراه، لكن انا من ساعه ما جيت اللي عاجبني جدا ان الناس مركزه، اللعيبه مركزه جدا، ما حدش بيتكلم في الظروف والاصابات والكلام ده يعني. بمناسبه الاصابات اخبار مبشره جدا، وانا لسه هقول لك برضو بعض الاخبار المهمه الخاصه بالمران اللي في هذه اللحظات في بعض الجوانب، وانا بكلمك يا احمد جوانب تكتيكيه. هو مستر بيسو موسيماني مش حاضر بسبب اجابيه مسحته، بالمناسبه المحاضره اللي كانت قبل المران مباشره النهارده كان في فيديو كونفرنس مستر بيسو موسيماني من اوضته، كان متواصل مع اللاعبين في قاعه المحاضرات وبيقول لهم تعليماته. التكتكس دلوقتي بتتنفذ، واضح ان في استقرار بشكل او باخر على التشكيل اللي هيلعب بيه مستر بيتسو موسيماني والجهاز الفني لمباراه مونتري يوم السبت باذن الله تعالى. لكن الاصابات او بمرجعنا للاصابات، محمد محمود بيشارك لليوم الثاني على التوالي بشكل طبيعي جدا في التدريبات، ربما قبل نهايه المران يتم سحبه من التدريبات من الملعب علشان ما يكونش فيه حمل زائد عليه، خصوصا ان هو لسه راجع من اصابه في العضله الخلفيه، لكن الامور مبشره جدا، بيشارك بشكل طبيعي، الامور جيده. ده بالنسبه لمحمد محمود. الخبر اللي مهم جدا برضه هو خاص بحسام حسن، المهاجم الوحيد تقريبا الموجود مع بعثه النادي الاهلي واللي عنده اصابه في السمانه. حسام حسن النهارده او لحد اول امبارح كان نسبة لحقه بالمباراة 0%، امبارح نسبة لحقه في المباراة زادت بقت 10%، النهاردة من خلال بعض التدريبات والاختبارات الطبية اللي عملها حسام حسن النسبة زادت ل 30%، قد تتعدى النسب دي أو قد تتزايد ويكون في فرص كبيرة بخصوص لحقه بالمباراة، وهو المهاجم الوحيد تقريبا الموجود مع النادي الأهلي في القائمة هنا في أبو ظبي. أخبار مبشرة، لكن في كل الأحوال مين ما هيلعب مين مش هيلعب ده أمر مش بيشغل بال اللعيبة نفسها، الكل جاهز ومركز جدا إن هو بإذن الله يعمل مباراة كبيرة ويلبي طموحات جمهور النادي الأهلي حتى لو الظروف صعبة. جمهور النادي الأهلي بالمناسبة متفهم وعنده قدر كبير جدا من الوعي بالظروف اللي بتحصل والمحيطة بالفريق والظلم اللي تعرض ليه النادي الأهلي في هذه البطولة بالتحديد، لكن في نفس الوقت عندنا يعني ثقة كبيرة جدا فيهم وفي الجهاز الفني إن شاء الله بإذن الله. طيب يعملوا حاجات كويسة يعني طبعا انت طمنتنا على حسام، وحتى وان كانت نسبه لحقه بالمباراه الاولى ممكن تبقى صعبه شويه، لكن ممكن ان شاء الله باذن الله المباراه الثانيه اللي نتمناها ان شاء الله قبل النهائي ان شاء الله ممكن يكون موجود معانا بنسبه كبيره. والسؤال هنا انا عارف انه يمكن التقسيمه ما بداتش، لكن يعني من خلال احساسك كده ورؤيتك ومتابعتك للبعثه، مين الاقرب انه يشغل المكان ده
في الوقت الحالي؟ يعني مين ممكن يتم توظيفه في مكان او بوزيشن راس الحربه في ماتش مونتيري لو ما كانش حسام حسن؟ يعني يعني لو مثلا المداخله دي معاك اتاخرت مثلا حوالي 5 أو 10 دقائق كنت هقدر اقول لك، لكن لحد دلوقتي لسه الامور مش واضحه، لان زي ما انت قلت التقسيمه ما ابتدتش، لكن اكيد في كذا سيناريو و يعني كذا تفكير عند مستر موسيماني في بعض العناصر اللي ممكن تشغل مركز حسام حسن في المباراه. طيب خليني اسالك على ديانج وعلي معلول النهارده ومران بكره كمان، ده هيبان بشكل اكبر. اسالك على ديانج وعلي معلول لانه الاثنين احنا ما شفناهمش بقالنا فتره، سواء ديانج مع مالي او مع تونس. ديانج وعلي معلول مندمجين بشكل طبيعي جدا جدا في تدريبات النادي الاهلي، بيأدوا بشكل مميز، جاهزين طبيا وبدنيا وفنيا بشكل كبير قوي قوي قوي، واكيد عودتهم يعني هتكون اضافه كبيره لتشكيله النادي الاهلي في مباراه مونتيري، وهم مؤكد باذن الله واحد احد ربنا يحميهم يا رب من الاصابات هيكونوا في التشكيل الاساسي، فبالتالي ده امر مهم. بالمناسبه برضو بدر بانون النهارده وصل وحضر التدريبات وجي هنا ابو ظبي عشان يأزر الفريق في كاس العالم للانديه، وكان حريص اشد الحرص رغم ان هو طبعا بعيد بسبب مضاعفات كورونا، لسه قدامه يعني بتاع حوالي شهر او حاجه، فبالتالي كان برضو لفتة مميزة جدا من بدر بانون. بالمناسبة برضو والمركز اللي الناس ممكن تكون بتتكلم عليه شوية هو مركز حراسة المرمى، علي لطفي بيتألق في التدريبات، وأنا عايز أطمن جماهير النادي الأهلي التدريبات ماشية بشكل كويس جدا بالنسبة لعلي لطفي، مركز بشكل كبير، وهو حارس دولي بالمناسبة وحارس منتخبات وحارس مميز، إن شاء الله يا رب يكون موفق في كأس العالم للأندية. أنا حبيت بس أعيش الجمهور وكل محبي النادي الأهلي في الأجواء والكواليس بالتحديد فيما يتعلق ببعض المراكز وبعض التساؤلات اللي بيسألوا فيها، فقلت برضو أطمنك على علي لطفي، لأن علي لطفي عنصر بإذن الله يكون إضافة كبيرة جدا للنادي الأهلي في مباراة مونتيري باذن الله. طب امير اسالك سؤال كمان اخير عن شباب الاهلي اللي من شهر ما كانش متوقع انه ممكن يكون ليه دور في بطوله زي دي، ازاي موجودين، ازاي بيتعاملوا مع الـ مع الـ مع مرحله الاستعداد للبطوله، الناحيه المعنويه اكتر من الناحيه البدنيه والفنيه؟ شباب النادي الاهلي عندهم حماس كبير جدا واضح عليهم هنا في المعسكر في ابو ظبي قبل المباريات بتاعه كاس العالم، المشاركه في كاس العالم بالنسبه لهم كانت حلم، فجاه لقوا الحلم ده بيتحقق بان هم موجودين مع الاهلي وفي قائمه الاهلي في كاس العالم للانديه، هي فرصه كبيره جدا ليهم رغم صعوبه هذه الفرصه، لكن هم عندهم ثقه كبيره اكتسبوها من بطوله كاس الرابطه وأدوا بشكل ممتاز، يعني شفنا إشادة الجميع سواء نقاد جماهير الجهاز الفني للنادي الأهلي كل المتابعين ليهم في الحقيقة، فده ادهم دفعة وثقة كبيرة جدا قبل المشاركة في كأس العالم للأندية. اللي لفت نظري واللي لمسته ان هم عندهم حماس كبير جدا ان هم يحاولوا يدافعوا عن تيشيرت النادي الأهلي في البطولة، وان هم يأدوا بالشكل اللي يرضي جماهير النادي الأهلي بشكل أو بآخر، فدي حاجة إيجابية جدا. وبالمناسبة برضو المجموعة الأخرى أو اللعيبة الكبيرة دي تاني مشاركة بالنسبة لهم، فأصبح كمان عندهم خبرات كبيرة، ما بالك يا أحمد إن هم كمان في المشاركة الأولى خدوا المركز الثالث الميدالية البرونزية كمجموعة جيل حالي في النادي الأهلي، لكن توليفة كويسة بإذن الله تعالى، إن شاء الله إن شاء الله يقدروا إن هم يساعدونا من خلال مشاركة جيدة وأحلام كبيرة نتطلع عليها رغم الظروف، لكن إن شاء الله خير عن ربنا والكورة أكيد في الملعب كل واحد يقدر يعمل اللي عليه واللي يقدر ينزله في الملعب عشان إن شاء الله نوصل لأبعد مدى في هذه البطولة. الحمد لله على سلامتك يا أمير، وهنتابع معاك طبعا لحظة بلحظة ويوم بيوم آخر أخبار استعدادات النادي الأهلي لمواجهة السبت القادم بإذن الله، صعبة ولكنها ليست مستحيلة. زميل عزيز أمير هشام بشكرك شكرا جزيلا، وبرجع لضيوفي بعد